جماعة عشان تبقوا تسمعون. أو أنت في البداية. أنا أعتني رسالة. قواك الله أحسنت، قواك الله. إن عجزت عن التعبير في مثل هذا الجو. ففي الفعل هذا الجو الذي رأيناه هناك في المخفر واستمر معنا حتى هنا يعجز الإنسان أن يكون قادرا عن التعبير عن ما يجول في نفسه مشاعر. ولكن لا بد من كلمة قصيرة. يا اخوان، اول قبل 48 ساعة لما اردنا ان نخاطب هذه الجموع استعنا بالاخوة افراد الشرطة. لا ما ادري احنا نستعين فيه. ما ادري ما نقول. اني بسيارة ما الشرطة نحن نوقفها لين. عليك يا ابو محمد. قبل 48 ساعة فقط. اي نعم. منعنا وبقوة السلاح وبكل أنواع السلاح، منعنا ونحن على قول وزير الإعلام لا نتجاوز 1000 نفر، 1000 شخص، نصفهم من المارة، بآلاف من مختلف العساكر، من الشرطة، من الشرطة العسكرية، من المغاوير، من القوات الخاصة أو الحرس الوطني، كل هذا الجمع حتى يمنع عدد لا يتجاوز على قول الأخ وزير الإعلام 1000 شخص نصفهم من المرة. نعم. وتشاء إرادة الناس بعد إرادة الله. نعم. أن يلتقي هذا الجمع بعد فترة لا تتجاوز 48 ساعة. وليتحدث حول ضرورة عودة الديمقراطية وعودة الشرعية الدستورية وعودة مجلس الأمة وعودة الدستور غير منقوص بعد 48 ساعة في نفس المكان الذي منعنا من أن نلتقي فيه من قبل قوات الشرطة. هذه إرادة الله وإرادة الشعب. نعم. الله أكبر. نعم. نفس يوم صدور البيان الحكومة بدون تخطيط. إرادة أمر أيها الإخوة أيضا أجد أنه من المناسب أن نشير إليه، فلقد قرأنا واستمعنا أيضا في الإذاعات الأجنبية إلى لقاء تم بين وزير الإعلام ومندوب وكالة رويتر العالمية يوم أمس، في لقاء حدد سلفا، حدد من يوم الأحد الماضي، في لقاء ورد فيه كلام خطير. نحن نريد أن نتساءل وأن نسأل الحكومة عن سبب عدم نشره في الجرائد المحلية، في الصحف المحلية في الكويت، في الوقت الذي نشر في كل الصحف العالمية بما في ذلك صحف دول مجلس التعاون، وتدي أيضا وأذيع من مختلف الإذاعات. كلام ورد على لسان وزير الإعلام في غاية الخطورة، كلام ألقى فيه الدستور وهو لا يملك ذلك. نعم. عندما قال أن لا عودة لمجلس الأمة بتلك الصيغة، وهو يعلم أن لا عودة لمجلس الأمة إلا بالصيغة الدستورية. حدث مسؤول وبلسان الحكومة. سكتوا تسمعون يا ربع. أن يتحدث مسؤول كوزير الإعلام بكلام في مدلوله إلقاء للدستور. ولا نملك إلا أن نقول بلساننا جميعا أنه لا، أن وزير الإعلام لا يملك أن يلقي الدستور، وأن الدستور لا يلقى إلا كما قال الخبراء الدستوريين إذا كان هناك انقلاب قد يعلن، أو كما قال أحد وزراء السلطة في أحد في ديوان، أكثر من ديوان، هي من ديوان أربعة. الدستور باق
والدستور لم يمارس أي وزير من الوزراء سلطته إلا بعد أن أقسم وفق المادة 90 منه. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. كلهم أقسموا بذلك.